الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. تصدح هذه الأبيات من وهج الصحراء وألق الشعر ومجده، لكن هذا الشاعر المتعالي هو نفسه الذي يبكي ويتأوه قائلا: ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل. يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إن سألت عربيا، أي عربي، من أعظم الشعراء في تاريخ الأدب العربي كله، فالأرجح أن يكون الجواب المتنبي. فما من شاعر قد حظي بالاهتمام الذي حظي به المتنبي، وهو الذي ملأ الدنيا وشغل الناس على حد قول الوزير ابن العميد. فقد شرح ديوانه نحو 30 مرة، ورغم شبه الإجماع على عبقرية المتنبي الشعرية، فقد انقسم النقاد والقراء حوله، وكثر حساده وخصومه، فكان محور معركة نقدية لم تخمد نارها بعد. ولكن ما قصة هذا الشاعر صاحب البداية المرتبكة والنهاية الأسطورية؟ هذا الشاعر الذي أعاد إلى الشعر مجده ودوره الملهم، الشاعر الذي جعل المادح يشارك الممدوح مجده، ليبقى ذكر الاثنين معا. ما قصة نسبه الزائف، تعاليه، طموحه اللامحدود، ادعاؤه النبوة؟ وما سر حداثته المتجددة إلى اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي، أنا بلال الأرفلي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وزميل في المكتبة العربية لجامعة نيويورك أبوظبي. بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن معهد جامعة نيويورك أبوظبي، أرحب بكم في مساء شعري دافئ في ضيافة المتنبي وصديقي العزيز سعادة الدكتور علي بن تميم. الدكتور علي بن تميم غني عن التعريف طبعا، هو لكن يعني سأعرف به سريعا: إعلامي وأكاديمي وكاتب وناقد أدبي إماراتي، شغل ويشغل مناصب ثقافية وحكومية عديدة، منها رئيس مركز أبوظبي للغة العربية. وقد رافقت الدكتور علي لفترة طويلة خبرت فيها شغفه وعائلته أجمع بالمتنبي، كأن المتنبي فرد من أفراد العائلة يعيش معهم يوميا، فهو يكاد يحفظ الديوان كله، وقد سجل كثيرا من قصائد المتنبي بصوته، واهتم بنشر الديوان نشرات أنيقة، واحدة منها هنا معنا على الطاولة. وقد اهتم أيضا الدكتور علي بالمعركة النقدية حول المتنبي. الدكتور علي رجل من رجال العربية، فهنيئا للعربية به، وهنيئا له بها لغة نحتفل بها كل يوم. دكتور علي حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. شكرا على المقدمة الجزيلة، الله يبارك فيك. كل عام وأنت بخير بمناسبة شهر الفضيل. بداية دكتور، أريد أن أسأل سؤال شخصي نوعا ما: ما سبب اهتمامك الخاص بالمتنبي دون غيره من الشعراء العرب؟ يعني أنا لاحظت أنك سجلت لكثير من الشعراء، لكن للمتنبي الحظ الأكبر
من هذه التسجيلات. وأيضا يعني الشيء بالشيء يذكر، لماذا يعتبر الكثيرون المتنبي شاعر العرب الأول؟ ولماذا ما يزال شعره نابضا بالحياة والحداثة والفرادة والعربية والعروبة كأنه كتب بالأمس القريب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن أن أجمل وقت لاستحضار أبو الطيب هو رمضان، لأن رمضان بالنسبة لنا هي حالة نتذكر بها أحيانا الأسلاف وتقاليدهم. ولقد ذكر دكتور بلال في المقدمة الخيل والليل والبيداء، وأضيف والشعر طبعا، لأن ذكر فيما بعد الشعر، وكان يريد يعني أن يسأل عن كيف تجلى الشعر عند أبي طيب المتنبي، قبل أن نذهب إلى هذا السؤال، لأنني كنت أفكر حول يعني مفهوم الليل عند أبي الطيب. وحينما نقف عند هذا البيت، أول ما يلفت أن أبو الطيب قدم الخيل على الليل وعلى البيداء. ولا شك أن أبو الطيب في كل شعره، إلا إن كان حزينا منكسرا، تجده يعني في عزلة ويحب أو يفضل السكون على الحركة. فالخيل هو المرادف الرمزي والصديق الوفي عند أبي الطيب. فعادة ما يلزم السكون، وهو يعني هذا السكون يجب أن يكون بعيدا عن إطار خيله. فأذكر البيت: دكتورة صخرة أنا، ما لي لا تحركني هذه المدام، هذه الأغاريد، هذه المدام، هذه المدام، ولا تلك الأغاريد، ولا تلك الأغاريد. ولما مرض كان يقول: وما في طبه أني جواد، أضر بجسمه طول الجمام. يعني السكون، هو يكره السكون ويحب الخيل، ويرى بأن الليل هذا هو مصدر للحركة ومصدر للغزو. ولا نعرف هل كان يفضل الأنثى من الخيل أم الذكر، ولكن طالما ارتبط الخيل عنده بالليل فعلى ما يبدو هو كان يحب الإغارة، وهو يعرف تقاليد العرب، إذن هو ربما يمتطي الفرس. وما في طبه أني جواد، أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل في قتام في قتامي. فنجد أن الخيل، ودكتور ذكر بيت عن الليل، نجد بأن الخيل يتماهى بشكل كبير مع الليل ومع البيداء، وكثير ما نجده يحدث خيله، وكثير ما نجد بأن الليالي دائما مصدر قلق وترقب بالنسبة لأبي الطيب، وهو يعني ما يتصل بتاريخ وبإرث كبير كان أبو الطيب يعشقه، وهو امرؤ القيس والنابغة، وليل كيف وليل كموج البحر أرخى سبوله علي. لكن المتنبي كان يقول: ويوم كليل العاشقين كمنته أراقب فيه الشمس
أيان تغرب عيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب إلى أن يقول وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب. حلو هذا الدوران على العنوان يعني فسرت لنا العنوان. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب إلى أن يصل أو حتى نصل جميعا إلى الفكرة فكرة الليل مصدر الترقب اللي يجعله يعني على ظهر ناقة هذه المرة فيتساءل أو الليالي تشككه فيقول شيم الليالي أن تشكك ناقتي صدري بها أفضى أم البيداء. نعود سبب اهتمامك للمتنبي دكتور. سبب الاهتمام ما هو سبب هذا الشغف بأبي الطيب؟ أنت ذكرت في المقدمة أن هذا الأمر يعني لا تجد عربي إلا ويهتم بأبي الطيب. أنا يعني ربما كانت مصادفة أنني حينما كنت أريد أن أتعلم الشعر دخلت عن طريق أبي الطيب، لم يكن إلا ديوان أبي الطيب بين يدي وأنا أقرأ في شعري أبي الطيب، لكنني أعتقد وأنا أتذكر تلك اللحظات أن الأمر يعزى إلى أنني حينما كنت أقرأ شعر أبي الطيب لا أتعلم شعره وإنما أرصد التحولات الكبرى التي مرت بها آنذاك وهو في القرن الرابع الهجري العباسي كما ولد 1915 ميلادية وعاش 50 سنة. إذن وجدت يعني أنه هو الذي يراقب شعره بدقة يجد بأنه مليء بالوعي والفهم لتقاليد العرب وتقاليد الشعر تحديدا ومن هذا المنطلق أدركت أن لا أحد يستطيع فهم أبي الطيب إذا لم يفهم من سبقه. طب دكتور ما هو سبب الحداثة المتجددة لشعر أبي الطيب؟ يعني نرى مثلا هذا التماهي معه عند محمود درويش، عند أدونيس، عند الكثير من شعراء الحداثة. لماذا وجدوا في أبي الطيب يعني ضالتهم؟ لماذا ما زال يعنينا المتنبي؟ لا شك أن أبو الطيب، وإذا سمحت لي أن أبقى قليلا في تلك اللحظة يعني الآسرة وأنا أقرأ أبو الطيب لأنها تكشف حالات، لأن اللي يقرأ ديوان أبو الطيب ربما هو من أول الدواوين المكتوبة صح. يعني وهو اعتنى به عناية خاصة، ثم يجد تطور أبو الطيب، يعني يجد أبو الطيب في صبا يعرف أول قصيدة كتبها أبو الطيب ويعرف آخر قصيدة كتبها أبو الطيب. وأنا كنت يعني أنا ذاك في تلك المرحلة يعني في صف محمد ابني في ثالث ثانوي كنت أتعرف على أبو الطيب الصبي لأنني كنت أعرف أن أبو الطيب عاش 50 سنة. ففي خضم هذا الديوان الذي لم يترك أو الذي بين يدينا يحتوي على 320 قصيدة تقريبا أحدث فعلا فجوة في الشعرية العربية. أبو الطيب المتنبي وأنا أقرأ أشعر يعني أن هناك حالة انسجام كامل بين شعر اللي قاله في صبا وبين شعر الذي يعني قاله في الفترة المتأخرة في صبا حتى سن 22 سنة. يعني لا تجد نوع من التنافر بين قصيدة أولى كتبها المتنبي والقصيدة الأخيرة التي
كتبها بكل يعني بكل دقة، لأن هناك نوع من الانسجام. صحيح أنه تجده في فترة من الفترات يميل للعقل، لسلطة العقل، وتجده في النهاية يميل إلى سلطة السيف. وأتصور في الإجابة عن سؤالك دكتور، لماذا هذه العناية من قبل الشعراء، ولماذا يعني هذا الحضور لهذا الشاعر؟ لا أجد يعني شاعر اليوم في الشعر المعاصر لم يتأثر بأبي الطيب. الجواهري تأثر به، أحمد شوقي تأثر به، أدونيس تأثر به، محمود درويش تأثر به، بعض الشعراء الذين تأثروا به كانوا يحاولون أن يصعدون على أكتافه لكنهم ما استطاعوا، سقطوا. لكن يعني بعض الشعراء في الواقع نجح. هو تعرف أن يعني لا يوجد ناقد تحدث في النقد القديم أو بعد فترة أبي الطيب إلا وذكره، وحتى قيل يعني بأن ديوانه من كثرة شروحاته تنافس شروحات وتفسيرات القرآن الكريم، فهناك شروحات كثيرة لديوان أبي الطيب. وحينما والحال أو والبيت الذي ذكرته أيضا ذكرني بأمر كنت أريد أن أبدأ يعني بداية أكثر روحانية في هذا الشهر الكريم، لأننا حينما نذكر أبو الطيب نذكر قامة كبيرة وهو أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري كان حاضرا يعني في تلك الفترة حينما كنت أقرأ أبو الطيب، وكنت أقرأ كتاب التعريف بأبي العلاء الذي يعني جمعت كل سيرته في سنة 1930 من قبل مجموعة من الباحثين، وكانوا يتحدثون عن أبي العلاء. ولكن حينما كان يقرأ لأبي العلاء البيت عن الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الذي ذكره قبل قليل الدكتور، كان أبو العلاء المعري يبكي ويقول والله كان أبو الطيب يقصدني. الواقع يعني ولا أعتقد أن أي شخص يهتم بالشعر العربي لا يمتلك يعني أو لا يقف على أرضية صلبة حينما ينظر إلى شعر أو يقرأ شعر ديوان أبي الطيب. طب دكتور أريد أن أنتقل يعني كي لا يداهمنا الوقت، عندي أسئلة كثيرة أنا، لكن أريد أن أقرأ قصيدة، وأنا اخترت الحقيقة قصيدة أحبها منك بقراءتك كثيرا، كم قتيل كما قتلت شهيد. هذه اسمحوا لي أني أقرأها، لأن هذه القصيدة يعني ستكشف أشياء وأنتم تسمعوها. وأنا دائما أقول أن إذا كان لدينا أو يغيب الاعتراف في الأدب القديم، أعتقد أن الشعر هو مصدر مهم للاعتراف يعني بطريقة العرب، لأن لديه القدرة على أن يغلف كثير من يعني من الإفصاحات ويمررها يعني بطريقة يستطيع أن يكشفها الشاعر بسهولة من خلال الشعر. هذه القصيدة كتبها أبو الطيب في صباه، وكان آنذاك يعني أعتقد لا يزيد عن 20 عاما. والواقع الذي يتوقف عند هذه القصيدة في تلك اللحظة، لأنه حتى واحد من أسباب حضوره إذا سمحت لي دكتور، يرتبط بأنه يمكن وصفه بأنه مثقف كبير، وفعلا كان مثقفا، كان يقرأ
آنذاك كتب الفلسفة، وكان يطلع على الفلسفة اليونانية بدقة، بل في الشعر يعد خزين وللفلسفة اليونانية، وهناك كتب يعني درست كثير من حكم ومن مقولات أبي الطيب وردتها واعتبرتها سرقة من سرقاته. كتاب المنسوب للواحد لإبانة عن سرقة المتنبي. كم قتيل، كم قتيل كما قتلت شهيدي، لبياض الطلا وورد الخدود، وعيون المها ولا كعيون فتكت بالمتيم المعمودي، در در الصبا أيام تجرير ذيولي بدار أثلة عودي. عمرك الله، هل رأيت بدورا طلعت في براقع وعقودي، راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود، يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد، ذات فرع كأنما ضرب العنبر فيه بماء ورد، وعودي حالك كالغداف جثل دجوجي أثيث جعد، بلا تجعيد تحمل المسك عن غدائرها الريح وتفتر عن شنيب برودي. جمعت بين جسم أحمد، أحمد اسمه، ولعله لأول مرة في الشعر العربي يذكر اسمه في الشعر، جمعت بين جسم أحمد والسقم وبين الجفون والتسهيد، كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا دم العنقود، فاسقنيها فدا لعينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي، شيب رأسي وهو صغير، شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي، أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي، ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي، أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل تنكيدي، ذاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي، أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي، ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز حميدي، عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشقى لغل صدر الحقود، لا كما قد حييت غير حميدا وإذا مت متغير فقيدي، فاطلب العز في لظن وذر الذل ولو كان في جنان الخلود، لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت، لا بجدودي وبهم فخر كل من نطق الذات، وعوض الجاني وغوث الطريد، إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيدي، أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسود، أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي. دكتور، يعني دكتور هذه القصيدة تختصر هذا الحوار، أريد أن أتوقف قليلا مع كم بيت في القصيدة قبل أن أنتقل إلى القسم الآخر من الحوار، يعني أقسم الحوار أنا إلى ثلاثة أقسام. هذه القصيدة من بداياتي، أريد أن أتوقف على البيت يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد، هذا طبعا مصطلح صوفي دكتور،
أخبر يعني طبعا مني بهذا الأمر. صحيح. أريد أن أتكلم قليلا عن هذا الموضوع، عن الأثر الصوفي في المتنبي الذي غاب عن النقاد برأيي، يعني لم يتحدث به النقاد إلا قليلا جدا. أيضا ادعاء النبوة هذا الذي يعني قال البعض أنه في هذه القصيدة ما مقامي بأرض نخلة أو نحلة إلا كمقام المسيحي. أريد أن أتوقف قليلا عن هذا الموضوع، ماذا يعني؟ الصراحة هذه القصيدة أولا تكشف، هذه قصيدة يعني فيها صدق كبير، لأن أبو الطيب قالها في صباه، تكشف أولا وهو المعنى الغريب فيها، أن أبو الطيب لا يصف يعني بعد الخامسة والسادسة والعشرين في البداية لا يصف إقباله على النساء أبدا، ولا يصف أو يعني كان يعني يشعر بنرجسية ما في كثير من قصائده، كان على سبيل المثال يفضل مشية الخيل على مشية المرأة. في هذه القصيدة أيضا نكتشف أمر آخر كما أشار الدكتور، استندوا عليها كثير من المؤرخين بأنه هو يعني تصل إلى نوع من التأله، أبو الطيب كان يؤله نفسه فيها، خاصة حينما يقول أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العيدة وغيظ الحسودي، وفي إشارته وتشبيه نفسه بعيسى مرة وبموسى، فإن أيضا قالوا أنه يدعي النبوة، فواحد من وصمه بالنبوة كان يعني كان هذا أو لجوء واستناد النقاد والباحثين على هذا البيت. بعضهم قالوا النبوة لا، النبوة هي النبوة، لأنه أبو الطيب المتنبي دائما يعني مرتفع، النبوة هي المرتفع من الأرض، والنبوة تفسير أبي العلاء المعري، وأبو العلاء أيضا أكد على يعني مسألة التأله و يعني والفرادة الذي يجدها في نفسه، وأكد على بعد آخر أيضا بأن النبوة لأنه كان يشبه نفسه بالأنبياء، خلقا كريما، أنه كان كريم الخلق، ويقال أنه ادعى النبوة في فترة من الفترات في صحراء السماوة، بحيث أنه فذكروا له القوم ما معجزتك، حتى قال معجزتي إذا انجرح أحدكم فإنني يعني أبصق على يده فيشفى. فهكذا تحكي الحكاية، وقيل أنه قيل له أخرج الآن أو معجزتي إن خرجت في هذا المطر فإنني لن أبتل، فخرج فلم يبتل كما تذكر الحكاية. لكن لا شك أن قبل أن أنتقل إلى البيت الشعري، لا شك أن أبو العلاء لمح لأمر في غاية الأهمية حينما شرح ديوان أبو الطيب وسماه معجز أحمد، حتى يذكرنا نحن بمعجز محمد. ويبدو أن ظهور ديوان أبي الطيب في تلك الفترة كان صدمة حقيقية للعرب وللبلاغيين، هذا الشخص المجهول في نسبه والواضح جدا في شعره، والذي لا توجد له سيرة غير هذا المتن المكون من 320، ويظهر بهذه القصائد العظيمة، لا شك أنه دون أن يقصد ببلاغته العالية ظنوا أنه يقلد القرآن الكريم. وإشارة أبو العلاء المعري دقيقة جدا حينما يقول معجز أحمد، فهو يريد أن يعني أن يوازن بصورة وبأخرى بين أعظم نص إلهي وبين نص بشري، وحتى يذكر بأنه يقول بأنه ربما يكون هو النص الثاني أو الكتاب الثاني بالنسبة للعرب.
أيضا ما يدل على مسألة البيت الذي ذكرته يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد. هذه يعني مزية تتكرر كثيرا ربما في مئات من الأبيات من شعر أبي الطيب بنفس الطريقة. فالتوحيد يعني كما تعرف دكتور التوحيد هو تمر ورطب في العراق، ولذلك سمي أبو حيان التوحيدي. وحينما يقول يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيدي، إذن القبلة بالنسبة لأبي العلاء بالنسبة لأبي الطيب هي أحلى من الرطب. والمعنى الثاني في هذا البيت أن يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد، أي القبل المتكررة القبل الكثيرة أفضل من القبلة الواحدة كما يدعي البيت وكما يدعي أبو الطيب. وأيضا فيه معنى ثالث وهو أن القبلة أفضل من التوحيد، أي لا إله إلا الله. ولذلك أخذ عليه بعض النقاد أنه وقع يعني في منزلق ديني في هذا البيت، ولعل البيت مفتوح أيضا للتفكير، وربما لو فكرتم به سوف تصلون إلى أوجه عديدة في هذا البيت. في هذا البيت لأول مرة أبو الطيب يسمي اللغة العربية لغة الضاد، وهو ربما أول شاعر أطلق على اللغة العربية لغة الضاد، ولم يعزو معجزتها إلى أي شيء إلا إلى الأخلاق، حينما قال وبنفسي يقول لا بقومي شرفت بل شرفوا بي. يقول الشارح والله لو قال أبو الطيب لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي وسكت عند هذا البيت، لذهب عليه مثلا بأنه أنتن من عرفته العرب نسبا، لكنه تدارك وقال وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوض الجاني وغوث الطريدي. فبالتالي هو يعزو الأمة التي تنتسب لهذه اللغة ليس يعني أهميتها بنسبها، وإنما أهميتها بأخلاقها وقيمها. فمن ينتسب لهذه اللغة بالنسبة لأبي الطيب هو من يجير ويحنو على المظلوم ويضرب على يد الظالم. دكتور، كي نكسب ببعض الوقت يعني ونقرأ بعض القصائد الأخرى، أريد أن أنتقل إلى السؤال ومن ثم قصيدة. السؤال سؤالي هو في النقد للحقيقة. لقد أعيا شعر المتنبي نقاد عصره، إذا استعصى عليهم تصنيفه أو إدراجه ضمن خانة محددة فلا هو قديم بحت ولا هو حديث بحت. ويعني النقاد من ابن جني وغيره عزوا ذلك إلى مفرداته وتعابيره وصوره وتجديده إلى آخره. لكن برأيك أنت الشخصي كناقد، في أي الأغراض الشعرية لمع نجم المتنبي أكثر، وأي شعره لم يأخذ حقه بعد برأيك؟ أنا يعني أتصور أن يعني في باحثين أشاروا إلى أن أبو الطيب يعني قدم مثل الدكتور عبد الله الغذامي، وهي دراسة مهمة في الواقع في النقد الثقافي، بأنه هو الذي صنع في التضخم الأنا والديكتاتورية في الثقافة العربية. قد نتفق معه أو قد نختلف معه، لكن الصحيح أن كما أشار أن ديوان أبو الطيب يقوم على قصيدة المدح، فهو الغرض الأهم. ومحبوبه كما تعرفون هو سيف الدولة الحمداني، وربطته علاقة كبيرة به. هناك أزيد من 80 قصيدة من أصل 320، أي يعني ما يزيد عن 25% من ديوان أبي الطيب في سيف الدولة. لكن
الواقع الذي ينظر إلى هذه القصيدة أو إلى هذه القصائد لا يجد مدحا في سيف الدولة فحسب، وإنما فخرا أيضا ومدحا في نفسه، لا يجد إلا أن أبو الطيب فتح لنا فتحا كبيرا بحيث أننا بحيث أنه استطاع أن يقوض ما يعرف قصيدة المدح التي يصبح فيها الشعر والشاعر تابعا. نحن مع أبي الطيب وجدنا بأن العلاقة الناظمة بين الحاكم والمحكوم أو بين الحاكم والشاعر هي قصيدة الصداقة أكثر وأكثر. أعتقد أن واحد من الأسباب الجوهرية اللي تخلي المتنبي حاضر هو رغم أنه أن ديواني يشكل أو يعني المدح تبرز بروزا كبيرا، ألا أننا نستطيع في جسد هذا المدح يعني أن نرتبك كثيرا بحيث أننا يمكن أن نقول بأن الغرض الأكثر شهرة في ديوان أبي الطيب هو التصوف إذا قرأناها من منظور آخر، وهناك كثير من القصائد في هذا الجانب، وأبو الطيب تأثر بالتصوف في صباه، وفي قصيدة في إحدى قصائده الشهيرة وهو يعني يقصد إلى جبل لبنان وتحية لك دكتورة نادية الشيخ، دكتورة نادية على وصولك وقد أتيت من لبنان قبل أيام قليلة، فكان قاصدا هارون أو أبو علي هارون الأوراجي إذا لم تخني الذاكرة، وهو شيخ صح كبير يعني من المتصوفة، والغريب أن في الأسفل الشارح يذكر لأول مرة أن هذه القصيدة قالها أبو الطيب يعني في الفترة اللي يعني انتقل فيها من الصبا يعني إلى مرحلة يعني الشباب، فيقول أنه كان في هذه القصيدة متأثر بالصوفية، وعلى ويكمل الشارح وعلى طريقة أبي الطيب أنه أن هذا الممدوح الكبير الذي يقصده في جبل لبنان الأوراجي هو متصوف كبير، فالمتنبي يريد أن يظهر له أنه متصوف. الصحيح أن هذا الشارح يعني واضح جدا أنه ضال مظلل، لأن الذي يقرأ قصيدة أبو الطيب يكتشف بيسر وسهولة بأن الأثر الصوفي كبير ومهم وملهم، بل أنه يعني في قصيدته هذه أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه فبه علي خفاء وشكيتي فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء مثلت عينك في حشايا جراحة فتشابها كلتاهما نجاء إلى آخر القصيدة هذه التي تفيض بالتصوف والتي تحاكي واحدة من قصائد البردة الشهيرة. طب جميل هذا التزاوج بين المديح والتصوف، يعني ترى أن هنا براعة المتنبي، وربما آخر قصيدة كتبها فيها هذا. سنعود إلى هذا الحقيقة. أنا اخترت شيء هنا يعني أطلب منك قراءة قصيدة ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما إذا سمحت. هذه القصيدة واحدة من أغرب قصائد أبي الطيب، ولأول مرة يعني نحن سنكتشف من خلال شطر صغير فيها كيف كتبت أعظم قصيدة في الشعر العربي المعاصر، وهي قصيدة أحن إلى خبزي أمي لمحمود درويش. والغريب أن محمود درويش كان يتذكر يعني يفجر نص عظيم من خلال جملة
من عند أبي الطيب، وهذا مصدر قوة أبي الطيب المتنبي، وأنا أحب أسميه أبو الطيب فقط، لأنه هو أحيانا كان يلقب أبو محسد، لأن ابنه محسد سماه على هذا النحو لأنه كان محسود من الشعراء. هذه القصيدة يعني من القصائد النادرة في الشعر العربي، لأن الشعراء العرب كما تعرفون من النادر أن يبكون ويرثون النساء، ولذلك جرير أظن ولا بشار جرير لولا الحياء لعادني استعباره، لهاجني استعباره ولا زرت قبره، فهو يستحي أن يبكي على زوجته، ولكن من حق العشرة يعني أن يبكي عليها، لكن الثقافة الذكورية كانت يعني تمنع آنذاك مثل هذا الأمر. لكن في هذه القصيدة أبو الطيب كان قاصدا بلده العراق، أظن الكوفة أو بغداد، وكانت هناك حرب طائفية كبيرة، فأمه أمه أو جدته الوحيدة التي ذكرها ولا نعرف اسمها، لم يذكر اسمها، وهي بمكانة أمه طبعا في القصيدة عن الأم، فكان يريد أن يدخل لها لكن توقف، لم يستطع أن يدخل بسبب الحروب الطائفية آنذاك، فكتب رسالة لها فيقول أنا وصلت وأنا وصلني خبر أنك تشافيت، لكنني أيام وتهدأ الأمور وأدخل إن شاء الله وأجتاز الحدود وأصيلك. لكن الأم حينما قرأت القصيدة هي التي وهبته اللغة، هذه أمه، ونعرف علاقة الأم، لغة الأم بابنها، لكن القصيدة هي التي قتلت الأم أو الجدة كما سيكشف النص وكما سينقل عنها، فهي قصيدة من القصائد العظيمة آنذاك أو في ديوان أبي الطيب المتنبي. ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما، طبعا قبل ما يصل الأم ماتت فهو يرثيها الآن، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما، إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى، لك الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصما، أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضما، بكيت عليها خيفة في حياتها وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما، عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما، أتاها كتابي بعد يأس وترحة، فماتت سرورا بي فمت بها غما، حرام على قلبي السرور، فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما، تعجب من خطي ولفظي كأنها ترى بحروف السطر أغربة عصمة، أغربة جمع غراب، الخط كان أسود بالفحم فهي تراه وتتعجب، وتلثمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها سحمة، رقى دمعها الجاري وجفت جفونها، وفارق حبي قلبها بعدما أدمى، هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى، ومن سدت الدنيا علي لضيقها، ولكن طرفا لا أراك به أعمى،
فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئا حزما وأن لا ألاقي روحك الطيب طيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة لأن لذ يوم الشامتين بيومها فقد ولدت مني لأنفهم رغما تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهم وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في كرائهها قدما فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. دكتور، ماذا خسر الشعر العربي برحيل المتنبي شابا؟ وما الموضوعات التي ترى أنها كانت ستسيطر على شعره إن هرم؟ الواقع أتوقع أكيد خسر الشعر العربي برحيل أبي الطيب، ولكن السؤال دكتور افتراضي جدا. صح، بس أيضا هل ترى مثلا أنه هذا الرحيل المأساوي الأسطوري إلى حد ما ساعد في شهرته؟ يعني ساعد في يعني أن يجعل المتنبي هذه الأسطورة؟ يعني الجيد أن يشار أيضا ماذا خسر الشعر العربي في هذا السياق، إلى أن هناك شعراء كبار عاشوا وخلفوا 6 مجلدات و7 مجلدات مثل ابن الرومي، ومجلدين كبار تخلو في يعني كبار أي تخلو من الشروحات مثل أبي تمام والبحتري، ولكن يبدو أن أبو الطيب كان يشابه الشعراء الكبار قبل الإسلام في هذا الديوان الذي يحتوي على 320 قصيدة، كل قصيدة مهمة يعني، وهذا هو ملحميته وأهميته، والتي استطاع من خلالها أن يعني يقلص هذه الفترة الزمنية القصيرة التي عاشها 50 عاما فحسب. فنحن على سبيل المثال إذا توقفنا عند شاعر مثل الجواهري الذي كان أبو الطيب ملهما له، سوف نكتشف أن الجواهري عاش 100 سنة وخلف أزيد من 6 مجلدات من الشعر، نحن لا نذكر له ربما قصيدة أو قصيدتين أو 3 من القصائد، لكن كلنا يعرف بأن إذا كان ثمة شاهد نحوي عند النحاة فثمة شاعر نحوي أو شاعر أو إذا كان هناك شاهد لغوي أو نحوي عند اللغويين والنحاة، فإننا نحن مع المتنبي في صدد شاهد شعري، لأننا كثير ما نردد حكمه. على سبيل المثال تجري الرياح لما لا تشتهي السفن وغيرها من الحكم الكثيرة، لكن مجهولية المتنبي التي تشبه مجهولية الشعر الجاهلي الذي ولد كبيرا، نحن لا نعرف طفولة الشعر الجاهلي ولا نعرف الكثير عن شعر عن سيرة أبو الطيب، لا نعرف من أي القبائل هو، قيل أنه من كندة، قيل بأنه علوي من بن أي يعني من بني هاشم بالرضاعة، لا نعرف مذهبه ما هو، اختلفوا عليه، بل أزعم بأننا لا نعرف ما هو
دينه على نحو، فثمة خلاف كبير حول دين أبي الطيب، لا نعرف إلا أن السيرة فقط توجد في هذا الديوان العظيم الذي يقودنا إلى مجهولية الموت ومجهولية الولادة، لكنها يعني تاج في الواقع. دكتور أنا عندي لك مفاجأة اليوم، اسمح لي، حضرت مفاجأة لك. سنقرأ قصيدة، لكن ليس أنت الذي سيقرأ، بل ابنك محمد، وحضرتها معه، فنفاجأ محمد. تفضل. محمد بن علي بن تميم، أهلا وسهلا محمد. اقرأ لنا القصيدة التي اخترناها مع بعض. هذه القصيدة، أي قصيدة؟ أروح وقد ختمت على فؤادي. لا خلاص، أنا حضرتها مفاجأة لأني أعرف أنك تحبها. تفضل محمد، بس قدم لنا القصيدة أيضا، يعني ما قصة هذه القصيدة؟ يعني قصيدة مهمة في الديوان. انتقلت لأكتب مقدمة بالإنجليزي. إنجليزي تفضل. بس ما لقيت فائدة للمقدمة. لا قلنا المقدمة بالإنجليزي. بالإنجليزي. Good evening. I'll be introducing the next poem by Al-Mutanabbi. This poem is widely regarded as one of the most eloquent poems. It should also be noted that this is his final work and served as a beautiful conclusion to his poetic life. Hello. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. أحاذر أن يشق على المطايا فلا تمشي بنا إلا سواك. ولو أني استطعت خفضت طرفي فلما أبصر به حتى أراك. وكيف الصبر عنك وقد كفاني نداك المستفيض وما كفاك. إذا التوديع أعرض قال قلبي عليك الصمت لا صاحب تفاك. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ومن اعتاض عنك إذا افترقنا وكل الناس زور ما خلاك. وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساكا. شكرا محمد. حضرت ترجمة أيضا؟ حضرت الترجمة. يلا أقرأ لنا الترجمة. And for the translation by A.J. Arbery, I set forth, you having sealed my heart with your love, lest any but you should delight in it. I fear that it will be painful for the riding beasts, so that they will only bear us along totteringly. If I could, I would lower my eyes so as not to see with them until I behold you. And how can I endure to lose you, seeing that your overflowing bounty has sufficed me, but not sufficed you? When the time for goodbye came, my heart said, see you keep silent and may you not keep company with your mouth. When tears resemble one another in the cheeks, the true weeper is distinct from him who feigns to weep. In whom shall I find compensation for you when we part, seeing that all men are false but you? I am not but a shaft and an air that returns, not finding there anything to hold to. شكرا محمد. والدم. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. حلو. طب دكتور، كوننا ترجم الأربري، قرأ ترجمة أربري محمد، ترجمت قصائد المتنبي لأكثر من 20 لغة. نحن هنا في جامعة نيويورك أبو ظبي، عندنا المشروع الكبير الملهم المكتبة العربية. هل برأيك أنصفت الترجمة؟ يعني الدهر أنصف أبو الطيب أكيد، يعني هو الشاعر الأشهر في تاريخ الأدب العربي، لكن هل أنصفته الترجمة؟ وإلى أي مدى ساهمت هذه الترجمة في تلقي شعره بصورة أمينة ووفية لخصائص الشعر العربي؟ يعني شعر أبو الطيب درس دراسة لا بأس بها في اللغات الأخرى، يعني نشير ومقارنات بين الشرق والغرب،
نشير إلى بلاشير، نشير إلى بروكلمان وغيره من الإنجليز والفرنسيين، ولكن في الواقع الذي يبحث عن ترجمة متكاملة دقيقة لديوان أبي الطيب إلى الإنجليزية لا يجد. ونحن اليوم يعني في مؤسسة كبيرة عريقة مثل جامعة نيويورك أبو ظبي، والتي لديها مشروع كبير في الترجمة، أظن أن هذا المشروع ترجمة ديوان أبي الطيب سيكون على رأس أولوياتهم في نقله إن شاء الله قريبا جدا. على فكرة دكتور، في كتب من المكتبة العربية توزع مجانا في الخارج، وأيضا المكتبة العربية للناشئة، وهي مبادرة من جامعة نيويورك أبوظبي للاهتمام بأدب الناشئة واختارات من الأدب العربي. وهناك أيضا هذه الموسوعة التي قدمتها لنا هدية أيضا توزع في الخارج، وهي أكبر مجموعة مختارات في الأدب في الشعر من الشعر العربي، 100 ديوان في موضوعات معينة، أيضا توزع مجانا في الخارج لمن يحب. طب دكتور، عندي سؤال غريب بعد شوي. لو لم يكن المتنبي شاعرا، ماذا تظنه كان سيكون؟ يعني أين ترى؟ سيكون فيلسوفا وحكيما ومتصوفا كبيرا. ولكن لو سألته ربما يقول ملكا وحاكما. صح. وذكرت أنت في البداية ابن العميد الوزير، فقال له ابن العميد: تحرك، اذهب إلى عضد الدولة. وهذه القصيدة التي قرأها كانت في عضد الدولة، لأن عضد الدولة كان يقول له: يا أبا الطيب، لقد كمنوا لك، سيقتلونك، فخذ خيرة فرساني، لقد جمعوا لك خيرة الفرسان حتى يقتلوك. قال لا، أنا أريد أن أرحل. فترك عضد الدولة وقال القصيدة الشهيرة: في دلك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. ولو أني أستطيع خفضت طر ولو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. فالقصيدة تعزو إلى البيت الشهير الصوفي في كل معانيها، إنها يعني البيت الذي يقول: فليت الذي بيني بعدينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ولهذا البيت الذي يروى لعلي بن أبي طالب وللحلاج ولرابعة، واستشهد به أيضا أبو فراس. تجد صياغة هذا البيت بشكل كبير في ديوان أبي الطيب. أبو الطيب حينما نأتي لهذه القصيدة كان في كل المواضع يتنبأ بموته. ترك عضد الدولة، وجيد أن ننتهي بما بدأنا به الندوة، لأن عودة إلى البدء، الخيل والليل والبيداء. فحينما لم يقبل بأحد، فقال: اجلس، ابقى معي، ابقى في حماي، ابقى في ذراي. فقال له: لابد أن أرحل، فلقد اشتقت إلى العراق وإلى بغداد. وكان عضو الدولة في شيراز آنذاك. فقال: إذن خذ معك من الفرسان يعني الشداد يحمونك يا أبا الطيب. قال: لا، لن أفعل، وهو معروف بشجاعته. فكاتبه معه وابنه كما يقال معه، لكن كمنوا له في الطريق، فيقال هرب أبو الطيب كما تحكي الحكاية الأسطورية.
فقالوا له كيف تهرب وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فرد عليه قتلتني قتلك الله. ففعلا قتل، ويبدو